مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، تواصل معاكم من جديد مره اخرى مع انطلاقه شوطنا الرابع والمخصص للقعدون لسن الفطامي لمسافه 1500 متر. هي الرحلة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الكوكبة وهذه الأسماء، أتابع البداية والاندفاع المبكرة لهذا الشعار. مرعش مع المركز الأول، فارس بن سعيد بن ضحية الكعبي يأتي مع الصدارة الأولى، والقاتم من الجانب الآخر هناك مع المركز الثاني. شوف السرعة الحاضرة هناك من الجانب الآخر، تدخر في هذه اللحظات أشقر علي بن راشد بن سعيد الخاصوني القادم مع المركز الثاني، وثالث الشان مصبع بن سيف بن عوض الاكتبي مع المركز الثالث، ورابعا تدخل هنا في هذه الانطلاقة مشغل عبد الله بن جعفر بن سيف المرخان الاكتبي القادم مع هذه الانطلاقة، وخامس الأسماء شوف الوصول من الطاغي مال بن سلطان بن علي الحافري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي. بدأت السرعة مع هذه الأسماء، لمن الانتصار؟ لمن الناموس مع هذه الكوكبة هنا في هذه اللحظات؟ الكعبي ولا بن مرخان ولا اللي قادم الطاغي بشعار الحافري؟ والواصل هنا شعار مصبح بن سيف بن عوض الاكتبي مع المركز الرابع وخامسا. شوف اللي وصل هملول هنا علي بن مطر بن محمد المحيون الاكتبي، ولكن الصدارة اعود الى المنافسة، اعود الى التحدي، الى بن مرخان الذي لا زال مع الصدارة، والحافري يحاول، وبن مرخان صامت مشغل، وهناك الطاغي يحاول مشغل، ولا الطاغي طغى على الصدارة، طغى على المركز الاول، طغى على المقدمة. هنا الحافري ماذا سلطان بن علي الحافري، سلام يا الحافري، سلام يا الطاغي، تعالوا ناموس لمالك الطاغي من انتصر بهذا التحدي. هنا مايد سلطان بن علي الحافري مركز ثاني، كان وصول مشغل عبد الله بن جعفر السيل بن مرخان الاكتبي، وثالث كرسول علي بن مطر بن محمد المحيان الاكتبي. التوقيت الزمني 9 ثواني 91.9 من الثانية، هو توقيت الطاغي لماذا سلطان بن علي الحافري. وسلام الحافري، سلام تهانينا والناموس.